من اللحم كم راح تكون بالميك؟ كان بيع اللحم كاين اللحم دبل عطام ب 8 اورو 50 هي شي 8800 في المغرب، والكفته كنبيعوها ب 90 درهم من الكيلو. اللحم الفيليتيس كنبيعوها ب 11 فرنك من الكيلو. عندنا الجداد كنبيعوها ب 3 اورو 70 من الكيلو، يعني ما يقارب علينا 3900 مغربيه. وانت عارف يعني عاد دابا هاد المعيشه غلات دابا هنايا، يعني نورمالمون هادي عامين كانت رخيصه، كان نص هذا الثمن هذا باش كنا كنبيعوا اللحم والجداد وكلشي كان رخيص مقارنه مع الثمن ديال المغرب. يعني المغرب كاين شي حاجه ضغله، يعني اللحم في المغرب على حسب عاود الخدام شحال كيربح. خدام في المغرب كيربح 100 درهم، وهنايا يعني مينيموم 500 درهم، 50 50 يورو، يعني كتجيب بالمغربي يعني 53 فرنك ولا 54 فرنك مغربي. ونطلبوا الله المغربي يطيحوا الثمن باش الشعب يعني الخدامه في المغرب مساكين يقدروا ياكلوا اللحام وياكلوا الجداد. ويعني حنا كنهضروا على الفقراء مساكن، يعني الناس اللي كتخلص 100 درهم من الناس اللي ميسر عليهم هذيك حاجه اخرى. حنا كنبغيو نبينوا الصوره للناس اللي ما بحالاش، اللي كيخدموا 100 درهم 120 درهم، يعني الله يحسن لهم العون. واحد النقطه اخرى يعني بالنسبه للكبده، الكبده حنا كنبيعوها دابا 6 اورو 50 يعني غلات، وفي المغرب كتعمل 140 درهم. يعني كيفاش هذا الفقير مسكين ولا هذا الراجل يعني يشري الكبده؟ يعني خصو يخدم يومين باش يشري كيلو ديال الكبده، اولا يخدم نهار باش يشري نص كيلو ديال الكبده. وحنا الكبده يعني هذه وعامين كانت كتعمل غير 40 درهم 4 الاورو، يعني ما يقارب 4 اورو 4200 ولا 4300 في المغرب. وهذا الشيء اللي كاين. النقطه اخرى بيطات، بيطات هنا غلاو دابا كنبيعوهم 5000 و 5 اورو 30 ما يقارب واحد 5700 مغربيه. وهذه وعام ونص كنا كنبيعوهم جوج باكيات ب 50 درهم. يعني في المغرب باكيه بيطات ب 50 دابا ب 50 درهم راه غاليه بزاف على الطوبر. يعني وكان يعني الخدام كيتخلص مزيان، واخا مثلا واخا يشري هاد المواد الغذائيه بهذا الثمن ماشي مشكل، ولكن مقارنه بحال باش كيتخلص الخدام، يعني خصو هادشي هذا يطيحوه في المغرب في اقرب وقت.